حلو ليه؟ اولا اي واحد من هنا كان حيان تموره على القعده مباشر. انت عملتها على محور طاير في الجو، عملتها على محور، على محور لان في حاجه اسمها العزوم في اللف والاستاتيكيه والديناميكيه في الحركه، فانت خليتها لي على القعده كده، يعني حسيت ان انا ممكن الفه يلف معايا. يعني طبعا احنا بنتكلم في اللي ممكن، لكن الشغل عندك حلو قوي اديتهولي. وبعدين عملت حاجه تانية وقار قوي ما لونتوش. لا لا انت اساسا قسم نحت؟ لا انا هاوي. هاوي شابوه ليك فعلا والله، ربنا يخليك ارفع لك القبعة. ربنا يخليك يا رب. انا مره قلت لواحد ارفع لك يعني شابوه زعل، قلت له ارفع لك القبعة. ربنا يخليك يا رب. شغلك حلو قوي. لا 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 شغلك حلو قوي، وادتني الحركه بتاعته. بص حتى الايد الشغل ده حلو.